أهلا بكم إلى العالم هذا المساء، أنا رشا قنديل. هذه هي العناوين. السلطة الفلسطينية تعتبر قرار المحكمة الجنائية الدولية فتح استطلاع أولي في جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة. ما هي الأوجه القانونية لهذه الدراسة الأولية وماذا يمكن أن يترتب عليها وما إذا كان سيقوض جهود السلام المتعثرة أصلا كما تقول الخارجية الأمريكية؟ الحوثيون يعلنون مسؤوليتهم عن خطف مدير مكتب الرئيس اليمني ويقولون إنها خطوة اضطرارية لقطع الطريق أمام ما سموه محاولة الانقلاب على اتفاق السلم والشراكة. كيف يكون خطف بن مبارك الذي هو أيضا أمين عام مؤتمر الحوار حماية لاتفاق السلام؟ الداعية الإسلامي وجدي غنيم يعلن سحب دعمه لما يعرف ببرلمان الإخوان الموازي في تركيا بعد تعزيه لضحايا هجوم شارلي إبدو في فرنسا. البرلمان بتاعنا راح يؤدي تعزية لفرنسا. هل أنتم تؤمنون بالنبي يا برلمانيون؟ الله ينتقم منكم، الله ينتقم منكم. هل بدأ أشد المدافعين عن الإخوان في الانشقاق عنهم سيما بعد تعليق أحد أعضاء البرلمان الموازي عضويته للسبب ذاته؟ أهلا بكم. فتو بن سودة قالت إن مكتبها سيجري تحليلا مستقلا ومحايدا في جرائم حرب يحتمل أن يكون الإسرائيليون قد ارتكبوها بما فيها تلك التي حدثت خلال الهجوم على قطاع غزة العام الماضي، وما إن أعلنت المدعية العامة للجنائية الدولية ذلك حتى توالت ردود الفعل من الأطراف المعنية. الفلسطينيون رحبوا بالقرار الذي من شأنه أن يسمح للمحكمة بتوجيه اتهامات لإسرائيل بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بدءا من أبريل نيسان المقبل، وهذا أمر متوقع. الإسرائيليون والأمريكيون أدانوا هذه الخطوة وهذا متوقع أيضا، لكننا نتساءل عن الأوجه القانونية لهذا الاستطلاع وماذا يمكن أن يترتب عليه وما إذا كان سيقود جهود السلام المتعثرة أصلا كما تقول الخارجية الأمريكية، أم أن السلطة الفلسطينية هي الأولى بهذا التحقيق كما يقول رئيس الوزراء الإسرائيلي. بناء على النتائج الأولية سيحدد الادعاء في المحكمة ما إذا كان الوضع يستحق إجراء تحقيق كامل في جرائم حرب محتملة بالمناطق الفلسطينية. التحقيق الأولي يهدف إلى تحديد ما إذا كان هناك أساس معقول لإجراء تحقيق كامل. وقد رحبت السلطة الفلسطينية بهذه الخطوة، وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن أحدا أو دولة لن يستطيع محكمة الجنايات الدولية، وأن هذا أمر طبيعي، فالإجراءات الحقيقية بدأت في المحكمة الجنائية الدولية. المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية إيمانويل نهشون قال إن وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان اعتبر أن قرار المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق أولي في جرائم حرب مفترضة ارتكبت في فلسطين منذ الصيف أمر مخزن، وأوضح في بيان أن إسرائيل لن تتعاون في التحقيقات، مؤكدا أن التحقيق الأولي قرار هدفه الوحيد تقويض حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد الإرهاب. في 13 من يونيو حزيران الفائت شنت السلطات الإسرائيلية حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية المحتلة، ثم خاضت حربا على قطاع غزة، والتحقيقات ستنظر في الانتهاكات التي حدثت في هاتين الواقعتين. زهير دراكي، بي بي سي. للنقاش تنضم إلينا من بيروت السيدة ديالا شحادة، المحامية السابقة الخبيرة في محكمة الجنايات الدولية. أهلا وسهلا بك. ومن القاهرة الدكتور حازم أبو شنب القيادي في حركة فتح، أهلا وسهلا. ومن القدس الدبلوماسي السابق والمحلل السياسي السيد مائير كوهان. بداية هي من السيدة ديالا شحادة. سيدة ديالا، بشكل تقني مفترض أن المحكمة الجنائية الدولية أعلنت حتى في صياغتها العربية أنها مقدمة على فتح دراسة أولية، فتح يعني هذه الدراسة في احتمال جرائم فتح التحقيق. نعم، بموجب النظام روما الأساسي الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية تبدأ مرحلة التحقيق أولا بما يسمى بتحليلات أو فحوصات أو دراسة أولية.
من شأن هذه المرحلة أن تقرر ما إذا كان هناك أساس معقول لفتح تحقيق، إما لجهة الاختصاص المكاني والزماني والنوعي للجرائم أو لجهة جسامة الجرائم. ويجب القول هنا أن هذه التحليلات قد حصلت بالفعل في فلسطين بين 2009 و2012 بموجب الإعلان الذي تقدمت به فلسطين في العام 2009، وخلصت هذه التحليلات آنذاك إلى أن ليس هناك الاختصاص المكاني المطلوب باعتبار أن فلسطين لم تكن تعتبر بعد دولة بموجب القانون الدولي، وهو ما غطاه قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في نهاية العام 2012. وبالتالي فإن الثغرة القانونية التي كانت تقف بوجه وجود اختصاص على الجرائم الواقعة في فلسطين لم تعد موجودة حاليا، ولا شك أن إعلان الأول من هذا الشهر الذي تقدمت به فلسطين ليكون هناك مفعول رجعي على الجرائم منذ منتصف حزيران الماضي، فضلا عن المصادقة التي تمت في الثاني من الشهر الحالي، سيكون لها دور أساسي في أن تخلص هذه التحليلات إلى وجود اختصاص وإلى فتح تحقيق أولي رسمي يؤدي إلى توجيه مذكرات توقيف إلى الأشخاص المسؤولين بشكل أساسي عن الجرائم التي حصلت في فلسطين منذ 13 من حزيران يونيو الماضي. نعم سيد مئير كوهين، ما الضير في ذلك؟ لماذا التشنج من جانب وزير الخارجية الإسرائيلي فيما يتعلق بهذه الخطوة؟ لماذا وصفها بأنها فضيحة؟ إذا كانت المسألة كلها لا تعد حتى الآن كونها دراسة ربما تفضي في المستقبل إلى فتح تحقيق رسمي، ما المشكلة؟ المشكلة هي أن لا شك أن هذا الإجراء هو يشكل تهديدا خطيرا وحقيقيا بالنسبة لإسرائيل في حال إقدام المدعية العامة بفتح تحقيق جنائي ضد إسرائيل. ثانيا السرعة والعجلة في إصدار هذا القرار هو أصاب المستوى السياسي بنوع من الصدمة، وكان هناك أمل في أن هذا الأمر يستغرق وقتا الأمور الإجرائية لحين تلقي المدعي العامة الدعوة المرفوعة، ولذلك جاء هذا رد الفعل الإسرائيلي غاضبا وعنيفا، وليس فقط إسرائيل وإنما أيضا الإدارة الأمريكية. أرجوك سمحتي أرجو تصحيح الرد الصوت ما في يتردد. أعتذر، ربما هذا خطأ تقني من الاتصالات بيننا وبين مكتب القدس. أنا سأترك النقطة التقنية وإن كان لدي رد عليها فيما يتعلق بالفارق بين تقديم فلسطين للطلب لأن تنضم إلى اتفاقية روما والمدة التي ستقدم أو ستنظر فيها بس في الشق السياسي. سيد مئير كوهين، هذا قد يضر إسرائيل إذا كانت إسرائيل ارتكبت جرائم جنائية في قطاع غزة أو في الأراضي الفلسطينية. إذا لم تكن ارتكبت جرائم، لماذا التشنج برضو؟ نعم، يجب أن نذكر أن نحن في حرب ليس أمام جيش نظامي، وميدان المعركة يختلف عما كان في السابق، فليس هناك حرب 73 أو حرب 67، وإنما حرب هي ضد الإرهاب، وهذا الإرهاب يتخذ من المدنيين دروع بشرية، وهذا ما أكدت عليه مصر أيضا في حربها ضد الإرهاب الفلسطيني من قطاع غزة، وأن هذا الإرهاب بيتخذ من المساكن والبيوت والجوامع أيضا أنفاق داخل هذه الأماكن، ولذلك الحرب هي مختلفة. ومن ناحية أخرى أيضا الحرب التي يقودها التحالف الدولي ضد المنظمات الإرهابية حرب مختلفة، هي حرب ليست ضد جيوش وإنما حرب ضد جماعات إرهابية بتتخذ من المدنيين دروع بشرية، وهذا ما حدث في أفغانستان وباكستان، وهذا ما يحدث الآن في سوريا والعراق. طيب هل بس بقينا في الأراضي الفلسطينية لأن المسألة مختلفة؟ نحن أمام حرب ضد الإرهاب. طيب أنا سأبقى في الأراضي الفلسطينية وألتزم بذلك في خط حرب ضد الإرهاب. طيب ما أنا سأعود إلى هذه النقطة في نوعية الممارسات، بس أتحول إلى دكتور حازم أبو شنب بعد التحية. دكتور حازم، من المفترض أنه بحسب الخطاب الأمريكي ذلك أو هذه الخطوة قد تسفر من وجهة النظر الأمريكية والإسرائيلية طبعا إلى تقويض عملية السلام. أولا، هل تعتبر فلسطين أنه اللجوء إلى محكمة الجنايات الدولية بعد هذا الوقت يمكن أن يطول جوانب الفصائل الفلسطينية أو عدد من الفصائل الفلسطينية بارتكاب انتهاكات مماثلة، وبالتالي ذلك سيضر بالقضية برمتها؟ هل أخذ ذلك في الحسبان من الجانب الفلسطيني الرسمي؟ اسمحي لي أن أقسم السؤال إلى قسمين. الأول فيما يتعلق بالرد على كوهن
والثاني بما يتعلق بسؤالك، كوهين قال وصف الإرهاب وأعطاه جنسية في المنطقة باعتباره إرهاب فلسطيني، هذا غير صحيح. الإرهاب الذي يحدث في المنطقة بالأساس هو إرهاب إسرائيلي تمارس الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة منذ زمن، وانتهت إلى ما انتهت إليه قبل ساعات حين تقوم الحكومة الإسرائيلية بإصدار قرارات لها علاقة بإنشاء مباني سكنية، مستوطنات أو وحدات سكنية. هذه جرائم ضد الإنسانية، جرائم حرب ضد الإنسانية، وهو يعرف هذا القانون لأنه عمل في وزارة الخارجية وفي المجال الدبلوماسي. الجزء الثاني، وبالتالي الجنسية ليست جنسيتها، جنسية الإرهاب ليست فلسطينية، بالأساس إسرائيلية ومن ثم أخذت جنسيات أخرى. الجزء الثاني ما يتعلق بسؤالك، الولايات المتحدة وتقوم على أساس استراتيجية حماية إسرائيل وتحاول أن تؤمن لها الحماية القانونية في داخل مجلس الأمن وفي المؤسسات الدولية. التصويت الذي قامت به الإدارة الأمريكية مؤخرا في مجلس الأمن أثبت هذه النظرية بشكل متكرر للمرة 41 على المستوى اتخاذ القرارات داخل مجلس الأمن، وبالتالي لا مبرر لهذه التعليقات الأمريكية التي صدرت والتعليقات الإسرائيلية المستفزة والخارجة عن الأصول، لا الدبلوماسية ولا القانونية ولا الحق ولا القانون بأي شكل من الأشكال، التي صدرت تتهم أو ترفض الإجراءات القانونية التي حدثت. إذا لم يكونوا قد فعلوا إرهابا أو جرائم ضد الإنسانية، مما هم خائفون؟ هم خائفون لأنهم ارتكبوا جرائم ويخشون من أن يكون هنالك تحقيقا حقيقيا يؤدي إلى الزج بهم في تحت السيطرة القانونية، بمعنى إما محاكمات، ذهاب إلى السجن أو غيره مما يصبغه القانون الدولي على ما يحدث في مثل هذه الإجراءات. أنا سأعود إلى السيدة ديالا شحادة بنقطة أخرى تقنية. سيدة ديالا، كنا نتحدث عن الفارق الزمني ما بين التقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة الذي قامت به فلسطين للانضمام إلى معاهدة روما ومن ثم الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية. هذا الفارق هو 90 يوما إذا كنت أنا صحيحة. عفوا، تقصدين الفارق الزمني بين المصادقة وبين التقدم أمام المحكمة الجنائية الدولية برفع دعوة، بالتقدم بشكوى مثلا في هذا الإطار؟ هل هذا صحيح؟ ليس هناك ليس هناك شكوى بموجب نظام روما الأساسي، وإنما هناك بلاغات بوجود جرائم تخضع لاختصاص المحكمة أو إحالات من دول الأطراف أو من مجلس الأمن. أوكي. بمجرد أن فلسطين أصبحت دولة طرف وكانت بالفعل قد تقدمت ببلاغ أمام المحكمة الجنائية، وهناك زيارات مستمرة لوزراء فلسطينيين ووفود فلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية، فهذا جعل مكتب الإدعاء بشكل تلقائي يستجيب من أجل إعادة النظر في التحليلات الأولية التي قام بها على ضوء الوضع القانوني الجديد لفلسطين. ويجدر الإشارة هنا بالنسبة لإعلان إسرائيل عدم تعاونها، وهو ما فعلته حتى الآن فقط دولة السودان فيما يتعلق بعمل المحكمة الجنائية الدولية، فإن هذا يعني أن أي قرارات تصدر عفوا عن مكتب المدعي العام بخصوص مشتبه فيهم سيكون لها طابع التوقيف وليس طابع الاستدعاء، أي أنها ستكون أوامر قبض وليس أوامر حضور. طيب، من ينفذ هذه الأوامر؟ على حسب علمي مفترض مجلس الأمن هو من يقوم بتنفيذ مقررات المحكمة الجنائية الدولية، إلا إذا ارتأى أن ذلك قد يتسبب في أزمة أكبر بين دولتين أو داخل دولة، وكان هذا ربما هو ما ذهب إليه بعض الخبراء في السودان. صح سيدة ديالا؟ نعم. يجب التذكير أن المحكمة الجنائية الدولية هي المحكمة الدولية الوحيدة المستقلة عن الأمم المتحدة، أي أنها أنشئت ليس بموجب قرار من الأمم المتحدة، وإنما بموجب اجتماع لجمعية دول الأطراف في روما في العام 1998. أما ما هي سلطة مجلس الأمن على المحكمة الجنائية الدولية، فهي تتلخص بحالتين فقط لا غير. الحالة الأولى أنه لمجلس الأمن من دون فيتو طبعا أن يتخذ قرارا بإحالة ملف إلى محكمة جنائية دولية لتنظر فيما إذا كان يخضع لاختصاصها النوعي، عندما لا يكون هناك اختصاص مكاني. والحالة الثانية بموجب المادة 16 هي أنه يحق لمجلس الأمن أن يطلب من المحكمة الجنائية الدولية تعليق إجراءات في ملف ما لمدة 12 شهرا، تعليقها وليس وقفها، على أن يكون هذا القرار مرتبطا أولا بالسلم الدولي، وثانيا أن يكون هناك موافقة لأكثرية أعضاء مجلس الأمن ولجميع حملة الفيتو، أي الصين وروسيا وفرنسا
وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية. نعم سيد مائير كوهين، حضرتك علقت في إجابتك الأولى على أن ربما الأزمة السياسية أو الدبلوماسية التي جعلت هذا القدر من التشنج والعصبية في حديث الساسة الإسرائيليين ينبع من أن هناك شعور بأن إسرائيل مستهدفة من جانب المنظمات الدولية وخلفها فلسطين والمناصرين لها لأنها في حرب ضد الإرهاب. هي الممارسات في المعارك تختلف حينما تكون إسرائيل في معركة ضد دولة وتكون إسرائيل في معركة ضد ما تسميه الإرهاب؟ يعني يمكن أن تنتهك إسرائيل حقوق الإنسان إذا كانت في معركة مع غير دولة، ولا تنتهك حقوق الإنسان في معركة مع دولة؟ أليست أخلاقيات الحروب واحدة ولا أنا مخطئة؟ لا، هي الأخلاقيات في إسرائيل، هي إسرائيل دولة قانون وهي دولة ديمقراطية وبتراجع نفسها بنفسها بعد كل حملة عسكرية وبعد كل عملية. في الحملة الأخيرة الجرف الصامد المدعي العام العسكري بيقوم بتحقيق مع قائد لواء جيفاتي لحدوث ربما تجاوزات وأخطاء ويحقق معه بتحذير ومع عدد من الشخصيات. إذن إسرائيل لا تخشى من هذا التحقيق، وهي لا تخشى من ذلك أولا من أجل نفسها ومن أجل الأخلاقيات، من مبدأ الأخلاقيات. ومن ناحية تانية أيضا أنها لا تريد أن يتسبب إيذاء في المدنيين. أيضا نحن لسنا بصدد القيام بعمليات تستهدف مدنيين، وبالتالي ليس هناك خوف في إسرائيل من هذا الموضوع، ولكن الخشية هي أولا أن هذا التطور من قبل رئيس السلطة الفلسطينية بالتوجه إلى مجلس الأمن ومن ثم إلى المحكمة الجنائية الدولية يكون بذلك قد حرق الجسور من أجل العودة إلى المفاوضات. لا، حضرتك تحدثت في البداية عن أن هناك مخاوف فيما يتعلق بما جرى في الأراضي الفلسطينية ذاتها، وأن هناك ربما يعني ما يشوب تصرفات الطرفين. ما الذي تخشاه إسرائيل إذن إذا كانت تحاسب نفسها بنفسها ولديها تحقيق داخلي وكل هذه الأمور؟ أم أن إسرائيل تثق في العدالة الدولية وتثق في عدالتها الداخلية؟ أرى تناقضا ربما ذهب إليه ضيفي الآخران يبرر أو يظهر أن إسرائيل تخشى بالفعل من المحاسبة لأنها تعرف أنها أقدمت على انتهاكات لحقوق الإنسان وتريد الإفلات من العقاب. أليست هذه العدالة الدولية التي تؤمن بها دولة مفترض أنها تؤمن بحقوق الإنسان ودولة ذات سيادة ودولة قانون كما تقدم لنفسها؟ يعني هناك تقرير جولدستون وتقرير قدم اتهامات ضد إسرائيل، وفي نهاية الذي قام بإعداد هذا التقرير القاضي جولدستون هو تراجع عن كل أقواله في مقال نشره بعد ذلك، واتهم حماس بأنها ترتكب جرائم حرب. إسرائيل ده إبان عملية الرصاص المسكوب في تعني في 2008 وأطلقت حماس مئات ده إبان عملية الرصاص المسكوب في 2008. نعم، صح؟ في الرصاص المسكوب. نحن نتحدث عن نحن نعم. نتحدث الآن عن الجرف الصامت، أليس كذلك؟ عن الجرف الصامت صح، وإسرائيل بتقوم بتحقيق بذلك، وهناك لجنة أممية شكلها الأمين العام للأمم المتحدة. إسرائيل بتقول أنها لن تتعاطي مع هذه اللجنة لأن هي لجنة أحادية الجانب، واتخذت قرارها بالفعل بإدانة إسرائيل مع القرار بتفويض هذه اللجنة. بمعنى ومع ذلك إسرائيل قامت بالتجاوب، ويتم أيضا مساءلة أفراد ومواطنين إسرائيليين حول هذه الحرب، وسافروا إلى جنيف وأدلوا بإفاداتهم حول ما تعرضوا له في هذه الحرب. هو أنا تهت الحقيقة. طيب دكتور حازم أبو شنب، ماذا إذا تطور مش بس حضرتك اللي تهتي. طيب ماذا إذا تطور هذا التحقيق؟ يعني أنا أشعر وأنا أستمع لمائر كوهين وكأننا نستمع إلى يتحدث عن مجموعة طيب من الملائكة تحكم إسرائيل. طيب هل أنتم قمتم بجرائم وقتلتم الناس على الهواء مباشرة. طيب خليني حضرتك، وكانت كل شاشات التلفزيون في العالم ترى ما تفعلون من عمليات قتل ضد أهلنا في داخل قطاع غزة. البيوت طيب مدمرة، الناس قتلة، الأشخاص لا تتنافع في كل مكان. وتقول أنكم ملائكة. بس هذا الحوار إلى ملاسنة إذا سمحتم لي. طيب بس حماس المسؤوليه لحظة في هذه الحرب كي نتمكن من ضبط هذا الحوار. لو سمحتم تقومون بعمليات قتل منظمه ضد الشعب الفلسطيني ويجب طيب ان تفهم ذلك. اذا افترضنا ان هذا التحقيق ذهب الى هلا قدرنا بس هذا الحوار بشكل منظم الراي العام الدولي. ما هو انا مش سامع وارجو ان تسمعيني صوته على يسمع يعني لا احد يسمع لاي مما يدور في هذا الحوار لاننا جميعا نتحدث في ذات الوقت. دكتور حازم ابو شنب، اذا ما مضت هذه الدراسه
وتحولت أو تطورت إلى تحقيق وثبت ضلوع أي من الأطراف الفلسطينية في انتهاكات سواء فردية أو بشكل ممنهج، ماذا ستفعل السلطة الفلسطينية أولا من أجل محاسبة المسؤولين، وثانيا إذا ما فعلا عقدت إسرائيل المسألة على المسار الدبلوماسي كيف سيكون أو ما هي الخطوة البلان بي كما يقال من الجانب الفلسطيني في المرحلة القادمة ما بعد تطور المسألة إلى تحقيق؟ أولا أنا لم أسمع ما قاله ضيفك من القدس المحتلة التي سنحصل عليها بالنهاية. الثاني أنه التحقيقات التي نريدها والتي ذهبت إليها المنظمة الدولية تبحث عن الحقيقة، الحقيقة تطال إسرائيلي فلسطيني أي جنسية أخرى، ليس هذا الذي نبحث عنه. نحن نريد أن يكون هنالك عدالة. الشعب الفلسطيني منذ أكثر من 66 سنة، منذ ما يقارب القرن من السنوات، ونحن تحت الإرهاب وتحت الاحتلال وتحت القتل وتحت الاحتلال وتحت كل الأسى والمعاناة التي يفرضها علينا الاحتلال الإسرائيلي. نريد أن نرى عدالة. الآن التحقيق يطال من؟ فليطل. النتائج تؤدي إلى محاسبة من؟ فلتحاسب. نحن نريد أن نوقف عمليات القتل المنظمة التي تحدث ضد أبناء الشعب الفلسطيني. واحد. اثنين، نريد أن يكون هنالك حالة سلمية يخضع لها الشعب الفلسطيني وأي شعوب أخرى. نحن نريد سلام، نريد أمن، نريد أن يكون هنالك إمكانية للحياة أن تقوم على أرض فلسطين. فلسطين أرض رسالات وليست أرض حروب، نريد لها أن تكون آمنة، وبالتالي نحن نقبل بالنتائج التي يصل إليها التحقيق من هذه المنظمة أو من غيرها، من هذه اللجنة أو من غيرها، حتى نصل إلى النتائج. أما النتائج التي يتحدث عنها محدثك من القدس المحتلة اللي حنستردها إن شاء الله، هي لجنة من الاحتلال الإسرائيلي، يعني باطلة من أساسها ونتائجها غير مقبولة. ولولا أن محدثك وأن الذين يقفون وراءه بنيامين نتنياهو وكل الحكومة الموجودة المتطرفة يخشون من العدالة الدولية لما اتصل نتنياهو اليوم بجون كيري يطلب منه أن يتدخل ليوقف ذلك. تسول طيب من جون كيري أن توقف هذه العملية من خلال المنظمات الدولية. هذا ما يجب أن يعرفوا، وعليهم أن يعرفوا أيضا أنه لازم تحسب حساب من اليوم وبكرة وفي كل وقت ألا تقوموا بأي عمل عدائي ضد الفلسطينيين. أي من الفلسطينيين؟ الشعب الفلسطيني والأراضي الفلسطينية. طيب. الاستيطان جرائم حرب، قتل الفلسطينيين جرائم حرب، والفلسطينيين لعلمك طيب. علشان تعرف حازم. الفلسطينيين بشر يا أخي، لازم تعرفوا أنه إحنا بشر، دم ولحم وروح، ولنا حياة، ومن حقنا أن نعيش، وعليكم أن تفهموا ذلك وأن توقفوا عمليات القتل التي تقومون بها منذ عشرات السنين. لنعود إلى السيدة ديالة بسؤال. سيدة ديالة، الشعب الفلسطيني، سيدة ديالة شحادة، المحكمة الجنائية الدولية تختص بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية كما ذكرنا، لكنها لا تحقق في الجرائم التي ارتكبت في دول لم توقع على اتفاقية روما. في هذه الحالة كيف يمكن تفعيل النظر في هذه الدعاوى إذا أصرت إسرائيل على عدم التعاون مع المحكمة؟ كيف يمكن تفعيل هذه الدعوى؟ ماذا سيكون المسار، الخطوات التالية؟ السؤال لي ولا لمن؟ لا أعتذر، للسيدة ديالة دكتور حازم. أشكرك، تفضلي سيدة ديالة. تفضلي. عفوا. لا يهم إذا كان الأشخاص المشتبه فيهم في ارتكابهم الجرائم الخاضعة لاختصاص المحكمة، لا يهم إذا كانوا هم يتبعون لدولة غير طرف. الاختصاص المكاني هو المهم هنا، أي إذا كانت الأراضي التي حصلت عليها الجرائم تخضع لاختصاص المحكمة وهو حال دولة فلسطين. في هذه الحالة يتم فتح تحقيق أولي كما ننتظر بعد انتهاء التحليلات الأولية التي يجب أن لا تستغرق وقتا طويلا بالنظر للفترة التي استغرقتها في السابق. يتم فتح تحقيق أولي وفي غضون أشهر، من أشهر إلى سنة كما رأينا في التحقيقات السابقة التي بدأتها المحكمة منذ العام 2002، سيتم صدور إما مذكرات حضور إذا ما اختار المسؤولين الإسرائيليين وربما فلسطينيين، وهم على أي حال متعاونون منذ البداية بدليل أنهم قرروا المصادقة على اتفاقية روما. فإذا ما لم رفض الأشخاص المطلوبين التعاون سيتم إصدار مذكرات قبض إما تحت الأختام، وذلك من أجل توقيفهم على حين غرة عند زيارتهم لإحدى الدول 123 المنضمة إلى المحكمة الدولية، أو تكون المذكرات التوقيف من دون أختام، وعندها سيكون على الأشخاص المطلوبين من إسرائيل على سبيل المثال أن يغيروا خريطتهم السياسية بالكامل وأن يقبلوا بقلب صفحة جديدة في علاقاتهم الدبلوماسية وأن يختاروا السفر إلى غير الدول 40 الأوروبية والغربية المنضمة وإلى غير الأكثر من 30 دولة
أفريقية منضمة إلى المحكمة وأن يصبحوا مبدئيا سجناء دولتهم والدول القليلة التي رفضت حتى الآن المصادقة على اتفاقية روما، ومن بينها الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا والهند وبعض الدول القليلة في الدول العربية ربما أيضا. ويجب هنا لفت النظر إلى ما قاله بعض المسؤولين الإسرائيليين عن تبرير الجرائم التي وقعت في فلسطين بأنها دفاع عن النفس وبأنها حرب على الإرهاب وأنها تقويض لعملية السلام، بأنه ليس هناك سلام من دون عدالة، وهذا ما وافقت عليه معظم الشرائع الدولية الحقوقية والإنسانية. وليس هناك حروب من دون قوانين أخلاقية دولية وضعها القانون الإنساني الدولي واتفاقية جنيف الأربعة التي صادقت عليها إسرائيل وغيرها من اتفاقيات مكافحة التعذيب واتفاقيات دولية صادقت عليها إسرائيل لتثبت أنها دولة ديمقراطية تحترم القانون الدولي وتحترم حقوق الإنسان وتلتزم به على عكس ما محيطها كما تزعم. سيد مائيل كوهين، تعقيب. التقديرات في إسرائيل أن احنا أمام ثلاث سيناريوهات. الأول إقدام المدعية العامة للمحكمة الدولية في يعني سعيها من أجل مقاضاة إسرائيل جنائيا. في هذه الحالة إسرائيل ستكون في أصعب ظروف من الناحية القضائية والناحية الدولية. ثانيا، أن يستغرق التحقيق الأولي سنوات طويلة ويشمل تقدير قوة الأدلة وما إذا كان المحكمة ولاية على القضية وكيف يمكن أن تتحقق العدالة فيها. والاحتمال الأخير هو رفض الشروع في التحقيق. شكرا جزيلا لضيوفي جميعا من القدس، الدبلوماسي السابق والمحلل السياسي مائيل كوهين، شكرا جزيلا. من بيروت السيدة ديالة شحادة، المحامية السابقة الخبيرة في محكمة الجنايات الدولية، شكرا جزيلا لك سيدة ديالة. ومن القاهرة الدكتور حازم أبو شنب القيادي في حركة فتح، شكرا جزيلا لكم جميعا. إن شاء الله. العالم هذا المساء متواصل مع حضراتكم فيه أيضا. الحوثيون يعلنون مسؤوليتهم عن خطف مدير مكتب الرئيس اليمني ويقولون إنها خطوة اضطرارية لقطع الطريق أمام ما سموه محاولة الانقلاب على اتفاقية السلم والشراكة. الداعية الإسلامي وجدي غنيم يعلن سحب دعمه لما يعرف ببرلمان الإخوان الموازي في تركيا بعد تعزيه لضحايا هجوم شارلي إبدو في فرنسا. تعددت الوسائل والهدف واحد، صور نفسك من خلال هاتفك الذكي وشاركنا برأيك، أو عبر حاسبك اللوحي حاور وجادل في القضايا التي تهمك. من أي مكان في العالم شاركنا عبر المكالمات الهاتفية، البريد الإلكتروني والرسائل النصية وعبر الويب كام. نقطة حوار على شاشة وإذاعة بي بي سي. منذ خروج الرئيس علي عبد الله صالح من السلطة، اليمن يئن بشكل يومي من وجيعة العنف وعدم الاستقرار. آخر أشكال هذا العنف هو خطف مدير مكتب الرئاسة اليمنية الحالية أحمد بن مبارك بينما كان في طريقه إلى عمله. الحوثيون أعلنوا أنهم اختطفوه لقطع الطريق أمام ما سموه محاولة الانقلاب على اتفاق السلم والشراكة الموقع بين زعيمهم والرئيس اليمني. خطوات عديدة أخذها الرئيس عبدربه منصور هادي، فكيف يكون خطف بن مبارك الذي هو أيضا أمين عام مؤتمر الحوار حماية لاتفاق السلام؟ انتقادات عدة يواجهها الرئيس لدمج مسلحي الحوثيين في قوات الأمن اليمنية ولكونه غير قادر في رأي البعض على احتواء الأزمة المتفجرة في البلاد. هل هو حقا غير قادر أم أن أطرافا داخلية وخارجية تعيقه عن العمل؟ الكل يقول إنه يعمل من أجل مستقبل أفضل لليمن، فما شكل مستقبل حاضره؟ مستقبل حاضره قائم على الخطف والعنف والتظاهر اليومي. يقول مراقبون إن خطف مدير مكتب رئيس الجمهورية أحمد عوض بن مبارك وجه ضربة جديدة للجهود المبذولة لدفع العملية السياسية في اليمن، فقد اعتبر مصدر رئاسي الحادث بمثابة إعلان حرب على الدستور الجديد للبلاد الذي كان من المفترض تقديم مسودته خلال حفل بدار الرئاسة. وأضاف المصدر أن العملية تأتي بعد تفجير كلية الشرطة الأسبوع الماضي الذي أسفر عن مقتل 40 شخصا وإصابة أكثر من 70 بهدف إفشال الدستور الجديد. ما حصل اليوم مؤشر خطير على مدى عمق الأزمة والوضع السياسي الخطير الذي تعيشه
اليمن في هذه اللحظة. وبالنسبة لاتفاق السلم والشراكة للأسف الشديد يعني لا زال إلى هذه اللحظة حبر على ورق. تنفيذ اتفاق السلم والشراكة بحاجة إلى إرادة سياسية حقيقية من جميع القوى السياسية بلا استثناء. هذا وقد تبنت حركة الحوثي رسميا في بيان لها خطف بن مبارك، وهددت باتخاذ مزيد مما وصفته بالإجراءات الخاصة، وبررت الحركة العملية بأنها خطوة اضطرارية لقطع الطريق أمام ما سمته محاولة الانقلاب على اتفاق السلم والشراكة. يقول مقربون من بن مبارك إنه كان يشكو منذ أسابيع من حملة شنتها وسائل إعلام تابعة للحوثيين والرئيس السابق علي عبد الله صالح، واتهمت تلك الحملة بن مبارك بممارسة ضغوط على لجنة صياغة الدستور لفرض مادة تقضي بتقسيم الدولة الاتحادية المقبلة إداريا إلى 6 أقاليم، وهو ما يرفضه الحوثيون وقوى قبلية يدعمها حزب الرئيس السابق. من ناحية أخرى، وفي مواجهة انتشار المسلحين في أنحاء اليمن، خرج عدد من المظاهرات نظمتها حركة رفض في عدد من المناطق احتجاجا على وجود الميليشيات المسلحة في صنعاء والمحافظات الأخرى. ويقول مؤسس الحركة إنها خرجت من رحم ثورة 11 فبراير بهدف الدعوة إلى بسط هيبة الدولة وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة. أدعو جميع أنصار الله إلى سحب جميع مسلحيهم. ويبقى اليمنيون في انتظار تحرك الرئيس منصور هادي لاحتواء تداعيات حادث خطف بن مبارك الذي يصب في اتجاه استمرار تردي الأوضاع السياسية قبل الأمنية، اتجاه حذر الرئيس هادي من أنه لن يقبل باستمراره طويلا، لأن النتيجة حينها ستكون خسارة اليمنيين جميعا. حازم الخولي، BBC. ينضم إلينا هنا في الاستوديو الكاتب والمحلل السياسي الدكتور سمير الشيباني. أهلا وسهلا بك دكتور سمير. ومن بيروت الكاتب الصحفي والإعلامي الأستاذ عبد الحافظ معجب. أستاذ عبد الحافظ أهلا وسهلا بك، وبدايتي هي من عندي حضرتك، كيف تقرأ هذه الخطوة التي بررت على أنها لقطع الطريق على محاولة الانقلاب على اتفاق السلم والشراكة؟ اختطاف نائب الرئيس أو المستشار للرئيس، ماذا يعني ذلك في وقت من المفترض أن الأطراف تحاول الاتفاق على بناء دولة ذات سيادة؟ خطف الرئاسة؟ نعم، أنا قد أتفق مع البعض بأنه قرار الخطف هو مخالفة للقانون وتجاوز للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات والمواثيق، ولكن هناك ضرورة، ونحن اليوم في اليمن نمر بالشرعية الثورية. الشرعية الثورية تجيز للثوار وللجان الشعبية اتخاذ أي إجراءات من شأنها الحفاظ على مصلحة البلد. كان هناك خياران أمام اللجان الشعبية، إما أن يختطف دستور البلد وتختطف إرادة الشعب، إرادة أكثر من 25 مليون يمني، أو إيقاف شخص فقط لأنه بإيقافه تم إيقاف تتويج المسرحية التي كان ينوي الرئيس عبد الرب منصور هادي اليوم استكمالها بإعلان مسودة الدستور الذي لم يتم الاتفاق عليه حتى اللحظة. هناك انقلاب واضح وصريح على اتفاق السلم والشراكة، هناك انقلاب واضح وصريح على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، هناك من لا يريد أن تمضي البلد نحو الديمقراطية الحقيقية، ويمنعنا ويمنع اليمنيين من اتخاذ إجراءات احترازية لمنع هذه التطورات التي تحدث على الساحة كل يوم. هذا كلام منطقي بس مرسل. الرجل مدير مكتب الرئاسة وأمين عام مؤتمر الحوار في هذه المرحلة، خطف الرجل يعني أنكم أولا تعلنون أنه لا رئيس لهذه الدولة، وثانيا أنكم لا تثقون بهذا الرئيس. نعم. إن وجد، وثالثا أن يعني لم يتم في هذه لم المرحلة يتم احتجاز أو توقيف. ما حضرتك ذكرت لفظ التوقيف بالمناسبة. أحمد عوض حضرتك بن الذي حضرت أحمد عوض حضرتك بن الذي وصفت يعني ذكرت لفظة التوقيف، وهذا يعني أن الرجل محتجز أو موقوف لوظيفته لمنصبه في الدولة، يعني أن مؤسسة الرئاسة مختطفة. نعم. من قبل الحوثيين، موقفة من قبل الحوثيين، أنه لا رئيس لهذه الدولة. المسألة ليست مسألة اختطاف للدولة، لأنه نحن الآن في ظل فراغ، نحن الآن في ظل عدم شرعية دستورية حتى للرئيس عبد الرب منصور هادي الذي يعتبر بأنه انتهت فترة رئاسته للبلد. نحن اليوم أمام مؤامرة خارجية تحاول استهداف البلد، ومن يرتضي لنفسه أن يكون مطية للمشروع الخارجي عليه أن يتحمل النتائج.
إيقاف عوض بن مبارك لم يكن إيقاف له كشخص، وإنما كان إيقاف لمشروع مسودة الدستور التي كان سيتم الإعلان عنها اليوم بمخالفة واضحة وصريحة لاتفاق السلم والشراكة الذي وقعه الرئيس عبد الرب منصور هادي مع الأطراف السياسية. طيب إذن عن أي حوار وعن أي مشاركة للحوثيين نتحدث في هذه المرحلة؟ هذا يعني أن الحوثيون يأخذون بزمام الأمور، يعني يسيطرون على السلطة، يعني ببساطة يسيطرون على اليمن ولا يقبلون لهم شريكا، أليس كذلك؟ إذا كانوا لا يقبلون بشريك لم يذهبوا لتوقيع اتفاق السلم والشراكة، ولكن هناك من يريد أن يحكم من خلف ستار. أنصار الله لم يقبلوا بالمناصب السياسية ولم يقبلوا بالمشاركة بالحكومة، ولكنهم بحثوا عن شراكة حقيقية للشعب اليمني، لمكونات الشعب اليمني. اليوم انسحبوا من لجنة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الحزب المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله. هناك من يريد أن يخلط الأوراق، وهناك من يريد أيضا أن يصور بأنه أنصار الله هم المهيمن في المشهد السياسي، وفي الحقيقة أنصار الله والمكونات السياسية الثورية اليوم يحملون الشرعية الثورية التي تخول لهم أن يتخذوا أي إجراء مناسب لمنع اختطاف ثورة 21 من سبتمبر. طيب دكتور سمير الشيباني، متى تعترف مؤسسة الرئاسة اليمنية أن ما بقي من هذه المؤسسة هو كرسي الرئاسة، وأن السلطة الحالية القائمة في البلاد لا تستطيع حتى حماية أفرادها العاملين فيها؟ أولا شكرا للاستضافة، ثانيا ردا على كلام الأخ معجب، في الحقيقة لا يمكن تبرير هذا العمل وفق أي رؤية نظرية، سواء كانت بالاعتماد على فكرة شرعية الثورة أو على فكرة طبيعة العمل السياسي. ما أقدموا عليه الحوثيين سقطة حقيقية تمت في الحقيقة، ستأتي لأعدائهم بحقوق من على طبق من ذهب لإثبات أنهم جماعة تمارس عمل الإرهاب، لأن ما تم عمله هو عمل إرهابي بكل معنى الكلمة، وإرهاب قهري وليس إرهاب بالقتل، لأننا نعرف يقينا أنهم لن يمسوا أحمد عوض مبارك بالقتل، ولكنهم يريدوا أن ينتزعوا إنجاز سياسي وفق هذه الممارسة الإرهابية، وهذا خطأ مع في الحقيقة تأييدي أنا لإصرارهم على المشاركة من أجل بناء الدولة المدنية الحديثة الذي يرفعوها. لكن ما يتجلى هنا من خلال هذا السلوك هو منحيين اثنين. المنحى الأول أن عملية التساوم التي كانت دائرة خلال الأشهر الماضية بينهم وبين الرئاسة بدأت تصل إلى مفترق طرق صعب، ويمكن أن تضع هذه العملية عملية التحول السياسي بشكل عام في مأزق كبير. القضية الثانية أن هذا العمل هو عمل يتنافى مع شعارات بناء الدولة المدنية التي يرفعوها جماعة الحوثيين، وهذا سيؤدي إلى إحداث حالة من الشك أو البلبلة في نفوس حتى من يتعاطف مع جماعة الحوثيين، كما أنه سيؤدي إلى تمكين أعداء الحوثيين أو من وضعهم في الحقيقة في قائمة الإرهاب، أقصد القوى الإقليمية والدولية، يستدل على هذا السلوك بأنه سلوك إرهابي، وهو لا يمكن أن يوصف إلا بهذا المعنى. تم اختطاف الرجل والضغط والضغط على القوى السياسية الشريكة لها بأن تتخذ القرار التي هي ترى مناسبا. كان الأول في البدء الحديث عن تغيير 6 أقاليم إلى إقليمين، والآن يتم الحديث عن دولة يمنية مركزية واحدة من قبل الحوثيين، وهذا الأمر يعتبر في الحقيقة خروج حتى عن التوافقات الوطنية. أنا أردت البدء من الأمر الواقع، من ثم كنا سنتطرق إلى هذه النقاط دكتور سمير، بس أنا أشكرك على التطرق إليها، على أي حال سأعود إلى سؤالي أنا لم أنسه، ولكن خلينا في هذه النقاط التي حضرتك طرحت. تفضلي. يعني من الحديث الذي سمعنا من الأستاذ عبد الحافظ، هو الرجل يتحدث من متابعته لموقف الحوثيين عن أنهم يرفضون ما سموه المسرحية التي تتدخل فيها قوى إقليمية، وأن المسألة هي أجندات خارجية مفروضة على الرئيس اليمني، وبالتالي هم يرفضون مثل هذا الطرح. هل ترى فيما أقدموا عليه اليوم موقفا من هذا الطرح، وبالتالي هو موقف مبرر أو ناجح؟ إن أردت القول الحق في وفق تصوري وليس القول الحق مطلقا وإنما وفق تصوري، الحوثيين وافقوا على المشاركة بهذه المسرحية منذ البداية اللي بدأت بالحوار الوطني، والآن عندما تغيرت ميزان القوى
في الحقيقة بسبب تدحرج الأمور بشكل تلقائي في داخل اليمن وبالذات في العاصمة صنعاء لصالحهم، بدأوا يريدوا أن يتخلوا عن الدور الذي لعبوه في إطار هذه المسرحية الذي هم يسموها اتفاقية مجلس التعاون الخليجي التي نصت على الحوار، وكانوا هم جزء شريك في الحوار، ويتحدثوا الآن عن تطبيق مخرجات الحوار الوطني. ومن ضمن قرارات مؤتمر الحوار الوطني برغم تحفظي على الكثير منها إلا أن من ضمنها هو الحديث عن أقاليم ستة شارك الحوثيون في مناقشتها حتى اللحظة الأخيرة الذي اختلفت فيها كل القوى، فخولوا للأخ الرئيس أن يحدد ما شاء من الاتفاق، وهذا كان بأمر موقع وموجود لدى الرئاسة. اختطاف أحمد عوض بن مبارك هو ليس اختطاف لشخصه، هو اختطاف في الحقيقة لما تبقى من المشاركة بين السلطة السياسية والسلطة الممثلة بالرئيس وجماعة الحوثي، وهذا أمر في الحقيقة سيدخل البلد في مأزق خطير. أنا كنت أتمنى أن يكونوا عند مستوى الشعارات التي يطرحوها ويحاولوا أن يلبلبوا الصف، لأن الوضع في البلد حرج. طيب، لن تتمكن أي قوة من إعادة نظام بناء استبدادي كما كان في الفترة السابقة تحت أي حجة عقائدية أو طائفية أو مناطقية. هل من تعقيب أستاذ عبد الحافظ مع الأخذ في الاعتبار أمرين؟ الأمر الأول هو أنكم طبعا تعرفون الاتهامات الموجهة إلى الحوثيين أن هم يقدمون على هذه الخطوات بإيعاز من النظام السابق نظام علي عبد الله صالح، والأمر الآخر هو أنهم هم نفسهم متهمون بأنهم يطبقون أجندة إيرانية، يعني مسألة الأجندات الخارجية من وجهة نظر المنتقدين هي مسألة غير خاضعة للنقاش أصلا، غير مطروحة على الطاولة، وإلا اتهم بها جميع الأطراف. نعم، أنا أعتقد أنه لا علاقة للنظام السابق وعلي عبد الله صالح بما يحدث الآن، فالرجل أصبح خارج اللعبة السياسية تماما، ويجب أن يخرج الشعب اليمني برمته لاستكمال هذه الثورة الذي بدأها، ولإعادة الأموال المنهوبة، ولمحاسبة ومحاكمة الفاسدين والناهبين للمال العام، وأيضا من يرعون الإرهاب. أما بالنسبة لمسألة احتجاز أو إيقاف الأخ أحمد عوض بن مبارك، ففي حقيقة الأمر أن اتفاق السلم والشراكة نص بشكل واضح ومخرجات الحوار الوطني عدم تقديم أي مشروع لدستور يحتوي على شكل الدولة دون توافق كل الأطراف السياسية عليه. اليوم هناك انقلاب واضح وصريح على اتفاق السلم والشراكة وعلى تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، ومن الأفضل أن يتم إيقاف الأخ عوض بن مبارك إيقاف معزز ومكرم دون انتهاك لأدنى حقوق ولأبسط حقوقه التي كفلها له الدستور والقانون، لكي يتم الاتفاق على هذه الجزئية وعدم تمرير أي مسودة لأي دستور يفرض علينا كيمنيين من الخارج. طيب، مصلحة 25 مليون وأكثر من ذلك هي أكبر من مصلحة شخص واحد أو عصابة أو مجموعة تستفيد من السفارات الخارجية في البلد. أعتقد أن الدولة الإسلامية والجمهورية الإسلامية في إيران لا علاقة لها لا بستة أقاليم ولا باثنين أقاليم ولا بأربعة أقاليم. الجمهورية الإسلامية في إيران بعيدة كل البعد عن هذا الصراع الداخلي، والصراع ما بين القوى الحية والسياسية في داخل البلد والقوى الخبيثة وقوى الشر التي قال عنها الرئيس عبد الرب منصور هادي، وهي في محور الشر من دول الاستكبار العالمي بمشاركة بعض دول الخليج التي تحاول أن تفرض على اليمن أجندة معينة، وتحاول أن تفرض علينا ما تريد هي، وتمرر علينا مشاريعها الخارجية. طيب، يا أختي الكريمة، دستور تمت صياغته بدءا من ألمانيا وصولا إلى أبوظبي في الإمارات العربية المتحدة، أي دستور هذا اشتغلوا عليه بالكولسة وخارج البلد لم نطلع عليه، لم ندري بتفاصيل مجرياته، واليوم دون توافق القوى السياسية يريدوا أن يمرروا علينا هذا الدستور. أستاذ عبد الحافظ، حضرتك تسمعني؟ طيب، ممكن ندير هذا الحوار؟ نعم. على أنه يعني ديالوج مش مونولوج. هل أستطيع أن أطرح سؤالا لو سمحت لي؟ إذا سمحت لي، يعني حضرتك تبرر لجريمة اختطاف، خلينا نكون واضحين، احتجاج شخص ضد إرادته هذا اختطاف في كل المواثيق والأعراف الدولية والقوانين الداخلية والخارجية في أي بلد، هذا اختطاف. إذا كنت أي شخص في العالم يعني تحسن معاملته تسيء معاملته، احتجاج شخص ضد إرادته هذه جريمة خطف، وبالتالي إذا كان هناك مسوغ سياسي لهذه الجريمة ينبغي أن يكون هذا المسوغ مطروحا على جانب كل الأطراف وكل الأطراف موافقة عليه. فهناك أولا جناية ارتكبت،
وثانيا هناك خلاف بين الأطراف السياسية على مسوغ هذه الجناية. فخلينا أولا ننطلق من هذا المنطق كي نستطيع أن ندير هذا الحوار بشكل يخدم صحتنا العقلية. ممكن؟ تفضل. طيب، مسألة الاختطاف أنا معك وأتفق معك بأنه الاختطاف هو جريمة وانتهاك مخالف لحقوق الإنسان في أي بلد كان. تمام. المسألة الآن ليست مسألة اختطاف الأخ أحمد عوض بن مبارك، المسألة لربما أن يكون ذهب بموافقته لكي يكون هناك درء لمشكلة كبيرة. إذا كان تم اليوم إعلان هذا الدستور لربما أن تندلع حرب أهلية بين اليمنيين، لربما أن يخرج الشارع اليمني وتكون هناك ردات فعل أكبر لرفض هذا الدستور، لربما أن يكون تم الاتفاق معه أنه تفضل معنا حتى يتم حل هذا الإشكال. نعم. لا تسلم رئيس الجمهورية اليوم مسودة الدستور حتى يتم الاتفاق على بعض الأمور. نعم، هذا أمر أنا لا أبرر لجريمة اختطاف ولا اعتقال تعسفي ولا احتجاز خارج القانون، ولكن لربما أن يكون هذا التوقيف باتفاق معه أنه تفضل معنا، أنت الآن موقف ولن نسمح لك بتسليم هذه المسودة. هذا أمر آخر طبعا برضاه وإرادته. نعم. لم يذهب لا باعتقال ولم يكن هناك مقاومة ولا تبادل إطلاق نار ولا أي شيء من هذا القبيل. هذا أمر مختلف تماما. طبعا أربأ بحضرتك عن أن تبرر لجريمة اختطاف شخص في بلد ذات سياد. دكتور سمير الشيباني، أنا سأعود يعني عودا على بدء من السؤال الذي طرحته على حضرتك في البداية. اعذرني ربما أنا بدأت من المنطق الحاصل أو من الأمر الواقع، سأعود إليه في إجاباتك هذه. الآن هناك أمر واقع يقول أنه اتفاقية السلم والشراكة هذه وحتى ربما المبادرة الخليجية الأولى غير عاملة. يعني خلينا نكون واضحين وصرحاء، هل هذا هو التوقيت الذي ينبغي أن تناقش فيه أصلا قضية الرئيس التوافقي عملا بالمبادرة الخليجية الأولى؟ ونقول أنه ربما ينبغي أن تطرح صياغة جديدة إما أن يفعل فيها الطرف الأقوى على الأرض، وطبعا واضح يعني من نشير إليه، أو أن يكون هناك صياغة جديدة لهذه الشراكة المزعومة من كل الأطراف. هو بكل صدق عملية الحوار الوطني التي كان ينبغي أن تبدأ بشكل جدي تمثل فيها كل القوى الواقعية على الأرض وفق أحجامها وبشكل مفتوح، والهدف من الخروج من بحلول حقيقية ليست حلول تلفيقية. وتتذكري سيدة رشا أنا تكلمت معك حول هذا الموضوع، قلت أن مخرجات الحوار الوطني كلها كانت عبارة عن مخرجات تلفيقية للأسف الشديد، وتمت بين أناس لا يملكوا القدرة على جعل الشارع يلتزم بها. لأن القوى السياسية الحقيقية لم تمثل في مؤتمر الحوار الوطني على الإطلاق، والتي مثلت بوفق تكتيك سياسي تحافظ عليه في نفسها، وهذا دليل على مشاركة الإخوة الحوثيين. في آخر الأمر بدأوا يتنصلوا من اتفاقاتهم بالرغم من أنهم ظلوا محتفظين بالشعار. وأنا لا ألومهم هنا، وهذه ليست هنا أو ضعف أو عيب، لكن لأن عملية الحوار السياسي بشكل عام الوطني لم تتم بمصداقية كافية، لم تتم بصورة عملية مبرمجة بشكل كافي. اعتمدت كل القوى على الدور الخارجي، والآن عندما جاءت نتائج الممارسات الخارجية مغايرة لمصالحهم انقلب الأمر إلى ضد الأخ الرئيس عبد الرب منصور. بدأ أخيرا يلوح مجددا وكأنه أحيا اتفاقية مجلس التعاون الخليجي، على اعتبار أن اتفاقية مجلس التعاون الخليجي واتفاق السلم والشراكة هما الدستوران الذي يستند اللي تستند إليهم عمليات التغيير السياسي الآن. والأخوة الحوثيين قابلوا بأن تكون وثيقة السلم والشراكة، وأعلنوا في وقت لاحق أن وثيقة مجلس التعاون الخليجي قد تم قبرها. في الحقيقة لابد من تنسيق حقيقي خالص لوجه مصلحة الوطن من أجل الخروج بحلول، وإلا طريق الطرفين سائر يعني باتجاه المواجهة. شكرا جزيلا لضيفي في الاستوديو الكاتب والمحلل السياسي دكتور سمير الشيباني، شكرا لوجودك دكتور سمير. شكرا. في العالمي هذا المساء، ومن بيروت الكاتب الصحفي والإعلامي الأستاذ عبد الحافظ معجب، شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الحافظ. الداعية الإسلامي وجدي غنيم وجه نقدا لاذعا إلى قيادة جماعة الإخوان المسلمين، تحديدا أعضاء ما يعرف بالبرلمان الموازي في تركيا، بعدما أرسل عدد منهم تعازيه للحكومة الفرنسية في ضحايا الهجوم على مجلة تشارلي إبدو. غنيم اعتبر هذا الأمر مخالفا للدين، فما هو رد فعل الإخوان على ذلك؟ بعد الفاصل أو بعد هذا التقرير سنعرف. لكن أنتم كده للأسف طيب دي واحدة، أنتم الآن خونة للإخوة اللي موجودين في الميادين.
اللي موجودين في المدينه اللي كنا بنتكلم عنهم يعني في الاول. ده رايي معلش ده رايي سامحني يعني رايي يا حبيبي. حد حتى هنا موجود حبيبي يرد حبيبي معلش هاتهم يردوا عليا. انا هنا موجود ما حدش بيملي عليا شيء. انت قلت لي اقول ايه وانا لما جيت؟ لا طبعا انا جاي بقول رايي. فده رايي بقول انتم خونه للاخوه اللي موجودين في الميادين دلوقتي اللي كنا بنتكلم عنهم، لان اللي طالعين في الميادين دلوقتي علشان يسقطوا الخسيسي. ومين اللي اسقط الاخ مرسي؟ المجرمون الصليبيون اللي انتوا رايحين تهنوهم. انضم الينا في الاستوديو الاستاذ محمد سودان امين العلاقات الخارجيه لحزب الحريه والعداله. اهلا وسهلا بك استاذ محمد. طيب انتم من وجهه نظر الداعيه وجدي غنيم خاصه البرلمان الموازي في تركيا خونه؟ من وجهة نظر السيد محمد صغير الداعية محمد صغير هو علق مشاركته في البرلمان الموازي. من وجهة نظر السيد طارق الجهري برلمان تركيا الموازي منبطح ولا يمثله. تعليق. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نحن في مجال سياسي والبرلمان الموازي الآن قد أسس لأهداف معينة. مسألة أن يصدر قرار أو يصدر بيان تعزية الحقيقة للشعب الفرنسي بقتل أحد أفراد الشعب الفرنسي، يعني هي مسألة يختلف فيها العلماء أو الفقهاء من ناحية شرعية، هل يجوز أو لا يجوز تعازي أو تهنئة المسيحيين؟ بس أنا عايز حقيقة راجع وأقول أن في 2 من 12 دول مسلمين وفي 4 أنثى. هذا أمر. الأمر الثاني، طالما القضية فيها خلاف فبالتالي يعني إذا الأمر يحتمل هذه مسألة أنه منبطح، يعني اللي قال الحقيقة العميد الجوهري أنا متحفظ حقيقة على هذا اللفظ لأن هؤلاء يعني أتوا من 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 بلدان كثيرة الحقيقة لغرض معين. مسألة أن هم يعني يصدروا بيان أو شكل أو تعزية يعني ما الانبطاح في ذلك؟ أنا مش شايف الحقيقة في انبطاح. طيب يعني أنا سأطرح سؤال بصيغة أخرى. نعم. كيف تعلق حضرتك على انسحابات موازية للانسحابات كانت من تحالف دعم الشرعية في مصر؟ نعم. هذه المرة من البرلمان الموازي لإخوان المسلمين في تركيا من أبرز المناصرين لكم وجدي غنيم، الداعية وجدي غنيم الذي طالما وقف خلف جماعة الإخوان المسلمين، هذه المرة يتهمكم بالخيانة. أنت قال لفظا إنكم تخونون من هم بالشوارع في مصر. كيف تعلق على رد هو ما تكلمش على الإخوان وأتكلم على البرلمان. لازم نفرق الحقيقة بين الأمرين. أولا البرلمان مش إخوان بس، البرلمان فيه العديد من حتى العلمانيين من الليبراليين من المسيحيين مش بس من الإخوان المسلمين. فهو موجه التهمة دي للبرلمانيين مش للبرلمان الموازي وليس الإخوان المسلمين. هو قال في هذا المقطع الذي استمعنا نعم. إليه إنكم متحدثا عن كل من هو في البرلمان، على البرلمان. تمام. نعم. إنكم تخونون هو من وجهة نظري نعم. خونة لمن هم في الشوارع، وذكر في ذلك من قاموا بما سماه الانقلاب في مصر، وقال إن الصليبيين في إشارة إلى الغرب طبعا هم من فعلوا كذا وكذا، والآن أنتم تقدمون لهم التعازي. من قدم التعازي هو البرلمان الموازي في تمام. تركيا تمام. الذي جل أعضائه هم من جماعة الإخوان المسلمين نعم. نعم. وبالتالي اللهم إلا إذا كان هناك تنظيم دولي لإخوان المسلمين على عكس ما يقال. خليني بس أوضح نقطة. هو أنا شخصيا متحفظ على هذه التعزية بهذا الشكل لأنها ناقصة الحقيقة. يعني أنا شخصيا كمحمد سودان متحفظ على هذه التعزية لأنها ناقصة. يعني لازم كان يربطوا يعني أنهم يعزوا هؤلاء الـ 12 أو أهليهم أو الشعب الفرنسي في موتهم، لكن في نفس الوقت نحن ندين بشدة أي انتهاك أو سخرية للرسول صلى الله عليه وسلم أو لأي رسول آخر يعني سماوي او كتاب مقدس. يعني الحقيقه وتعنت يعني الكلب ميكالين بالحكومه الفرنسيه مع شارلي، وشارلي نفسها تكلب ميكالين. فالحقيقه المفروض كان يقارن يعني يقرن هذه التعديه بهذا الامر. يعني على قد ما هو بيعزوا لكن لابد من ادانه الموقف نفسه. طيب. وخاصه ان هناك واحد زي ساين اللي كان بيشتغل معاهم لما ادان ساركوزي ابن ساركوزي لما تحول الى اليهوديه وعمل رسومات فطلبوا منه ان يعتذر فرفض ان يعتذر فاقلوه. خليني اسمع حضرتك مقطع نعم. اخر من فضل. بين ما جاء. هذا لم يكن الموقف الوحيد للداعيه وجدي نعم. غنيم. هو هاجم يعني داعيه اخر الداعيه نعم. الاسلامي محمد صغير كما ذكرنا هاجم البرلمان الموازي لتركيا واعلن نعم. في تغريده له على موقع تويتر على فكره هو عضو في البرلمان تعليق مشاركته في ما يعني هو محمد صغير عضو في البرلمان ما هو علق مشاركته في هذا البرلمان الموازي نعم. هناك ايضا طارق الجهري كما ذكرنا القيادي في الجماعه المسؤول السابق عن تامين لا الرئيس في المعزول محمد ولا عضو في البرلمان
تأمين، هو كان مسؤول عن تأمين الرئيس المعزول محمد مرسي كده. وصف في تغريدة أخرى برلمان تركيا بالمنبطح. لكن وجدي غنيم أعلن سحب تأييده لأعضاء البرلمان الموازي في تركيا بعدما ظل يدعو لانتخابهم على حد قوله. خلينا نشوف. البرلمان بتاعنا راح يؤدي تعزية لفرنسا، هل أنتم تؤمنون بالنبي يا برلمانيون؟ الله ينتقم منكم، الله ينتقم منكم، وأنا أول واحد بقول أهو أنا أسحب اعترافي، أسحب اعترافي بيكم، لأن أنا ياما قلت للناس انتخبوا دول. طيب سحب التأييد للبرلمان خالص، أحد أبرز الأسماء التي ظلت تناصر برلمان تركيا وتناصر جماعة الإخوان المسلمين كان الداعية وجدي غنيم. وإذا قلنا أنه سحب تأييده للبرلمان فقط لكن هو لا يزال يدعم جماعة الإخوان المسلمين، نبقى نحن نناقض أنفسنا، أليس كذلك؟ لا أبدا، بالعكس، أنا ممكن أبقى جوه البرلمان وأنتقد البرلمان، وحضرتك بتشوف البرلمان بيضربوا بعض بالكراسي زي ما بيحصل في الأردن وحصل في مصر في سنة من السنوات وحصل في كوريا، بيحصل الكلام ده يعني، وفي اليونان وفرنسا نفسها بيحصل. يعني مسألة الشغب بين أعضاء البرلمان نفسها وقت إن أنا يعني أول أنتقد البرلمان من حقي كإنسان يعني سياسي أو غير سياسي، أنتقد، إيه المشكلة إن أنا أنتقد؟ حينما يعني قدم لهذا البرلمان، حينما أعلن عما سماه الجلسات أو المحادثات أو الاجتماعات في تركيا، نعم. كان يفصل نفسه قليلا عما يجري من مشاحنة بين الإخوان المسلمين وبين النظام الحالي وعلى رئاسته الرئيس الحالي في مصر عبد الفتاح السيسي، وقال أنه هذا يعني مناقشة في شأن البلاد والعباد ليس له علاقة بالثنائية الشهيرة ثورة والانقلاب. لا. الآن ما حضرتك تقوله يعني أنه ربما داعية وجدي غنيم أو غيره ممن ينتقدون البرلمان سيظلوا على عهدهم فيما يتعلق بهذه الثنائية ما بين الإخوان وبين النظام الحالي، ألا ترى في ذلك قدر من التناقض؟ يعني أنا برضه حقيقة ما زلت مستعد، يعني داعية وجدي غنيم أولا صديق عزيز ومن بلدي، يعني انتقد فعلا أو تصرف من البرلمان واخد بال حضرتك؟ إذا كان أراد أن ينتقد البرلمان لماذا أقحم قضية السيسي والخيانة لمن هم في الشوارع في مصر؟ الرجل كان ينتقد يعني أمر يحدث في شارلي إبدو. أنا مش متصور دي، لأن هو أنا شفت طيب. أنا برد على ما قاله الأستاذ وجدي غنيم وهو أخي وصديق عزيز كمان، لكنه أنا أنتقد فعلا من وعلى فكرة القرار التعزية ده أخذ بالتصويت، يعني كان في خلاف بين أعضاء البرلمان نفسهم يعزوا ولا ما يعزوش، فأخذوا تصويت وكان التصويت رجح إلى أنهم يقدموا خطاب تعزية. وأنا زي ما حكيت لما أنتقد نفسي أنا طيب. أنا شخصيا خطاب التعزية لأنه ناقص، كان لازم يضاف له ما يحدث الآن ضد المسلمين في العالم كله والعالم صامت عنه بيحصل في أفريقيا الوسطى وفي النيجر. أستاذ محمد سودان أمين العلاقات الخارجية لحزب الحرية والعدالة، شكرا جزيلا لوجودك في العالم هذا المساء الذي انتهى عند هذا الحد، نعود ونلقاكم غدا 6 بتوقيت غرينتش، شكرا لكم، إلى اللقاء.